المغرب يعتبر من بين الأطعمة الغنية جدا. كما كنعرفوا البيض البيض غني جدا بالبروتينات، والصفار ديال البيض غني جدا بالدهنيات المفيدة للصحة ديالنا، ولا كومبينيزون ديالهم ولا الخليط تاعهم بجوج كيخلينا ما نحسوش بالجوع لمدة طويلة. داكشي علاش من الأحسن ناخذوه في فترة السحور. إلا خديناه في فترة السحور من الأحسن ناخذوه مسلوق وماشي مقلي، باش ما يتخلطش مع دهنيات اخرين ويبقاو الدهنيات تاع البيض بوحدهم، باش نستافدوا منهم اكثر. وكما كنعرفوا البيض غني جدا بالفيتامينات، فيه نسبة كثيرة من الفيتامين B12، فيه لا فيتامين D، لا فيتامين A، لا B5، B6 ولا فيتامين E، وكيغطي لنا من 20 حتى 30% من الحاجيات اليومية ديالنا، من اليود، من السيلينيوم، من الفوسفور.